الفساد حتى في القضاء. يعني ما ممكن رئيس المحكمة الدستورية يشترك في جريمة بتاع التحكيم بتاع الأقطان. أي نعم. ويجي الزول معاه ويجي يقول الله يرشح سبدران. وزاد يرشح سبدران. سبدران وشنو؟ يعني أنا أتذكر سنة 89 أنا نقلني رئيس القضاء مأمورية دارفور. وكان منجد ولدي ممتحن من الابتدائي للعام. فجيت قلت له انه اجل لي المساله دي لحد صوت ما يمتحن. فوافقوا انه اجل لي 3 شهور. لا ناس الدراده في المحكمه الجزئيه الخرطوم والله على ما اقول شيء. قال لي ناس زي ناسي. حسن الانغاز زي ناسي. وانا حاشتغل معهم. خلاص اشتغل معهم فعلا. وجاء يعني بعد ذلك بقى يحاول يجيب شدو عبد العزيز شدو. انا شفت عبد العزيز شدو ده في محكمه المال العام. كان بيحكي قصه بتاعت واحد يعني انقبضوا في مزرعته زول مع بيت وقام صادر المزرعه. عبد العزيز شدو ده كان محامي بتاعه بيبكي بالدموع دي وانه ده الظلم وده شنو ما بعرف. بعد مده عبد العزيز شدو زاد بقى النائب العام ووزير العدل. خلاص وشفت دافع عن الحكومة دي في جنيف دفاع المستميت. الفساد في القضاء ما من هسا. يعني بداية الانغازل حكى لي زول شخص موثوق به انه في قاضي في حلة كوكو جابوا لي 2 سكرانين. فقالوا لي يا اخي واحد فيهم قال له يا اخي انا معترف ان انا سكران. الثاني قال نائب ثاني يوم اجل القضيه ثاني يوم ذاك ما جي. بقى ياجل في القضيه والزول ذاك ما جي. فواحد الزول قال انا معترف اني سكران ده. قال لهم والله انا حاكمني لانه انا شغال في تاجر شنطه بين سوريا والسودان. واللي كان ضر قال لي يا اخي انت شغال تاجر شنطه هاي. مسك القلم القاضي كتب له اشياء كثيره جدا يجيب له. يجيب له خلاص. الزول مش اظنه قعد في سوريا 3 شهور. ماي القاضي قام قبض مرته وما فكها الا لما دفع له 15000. المره قامت قالت للراجل يا اخي تعال علي الزول ده تعال يا اخي علي بس تعال قضيتك دي هنا لانه في الصدر ما بتقدر ما بتنفع. فالزول جاء قال لهم لا انا والله بس انا لانه طبعا ما لقيت الحاجات دي. لكن قال لي يا اخي معلش ما لقيت في حاجه في السودان بحطوا فيها التلج بسموها البوكر حاجه كده زي المحافظه كده بحطوا فيها التلج. قال لي يا اخي بس بتمشي جيب لي واحد زي دي. قال لي جد. فالزول طالع لقى له واحد من الناس المحامين قاعدين. قال لي يا اخي والله انا عندي قصه غريبه جدا يا اخي القاضي ده عمل كذا كذا. قال لي حكى لي القصه كلها. قال لي اخي انا بوديك لجلال على اللطف رئيس القضاء. ساقه ووديه لجلال. وجلال طبعا انا اعرف انه رجل حاقد لما يكون داير يضر لزول ضرر زول صعب. فقام جلال رسل مدير مكتبه رسل مدير مكتبه معاه 4 من السلام. وقالوا للزول ده ما تجيب له الحافظه جيب القروش. ادوه 3000 سجلوا ارقام القروش ومشوا. فعلا الزول دخل للقاضي واداه وقال لهم والله انا ما لقيت البتاع بتاعت التري دي. ادوه 3000 في اللحظه دي قبضوه خلاص. دي واحد وقدم استقالته طبعا. الثانيه قاضي برضه وده قاضي يربطوا صلة قرابة بجلال. لكن لما الوقت اللي حصل فيه مشكلة جلال كان ما في. جلال كان شالوه كمان لموضوع أخطر منه إنه في محامي عنده مشاكل مع جلال ده. وجلال ده جاب له قاضي مخصوص جاب المحامي ده وحكم على المحامي بالسجن.
لقى المحامي لأنه كان قريب نافع علي نافع. قام شرف جلال قوة أكبر قوة أكبر. فاللي أنا قاعد أقوله إنه ده قبضه ب3 مليون في دولاب في بيت بس متابعينه كده بس زي كاميرا الكاميرا متابعينه لحد ما دخل البيت وقبضه. خليها إنه هسه رئيس المحكمة الدستورية مليار، ده رئيس محكمة دستورية مسؤول من تفسير الدستور، ده أعلى سلطة في البلد، رئيس القضاء ذاته جلال الدين محمد عثمان متهم بالتزوير بأنه مزور شهادته بتاعت التسنين وكتبوها في، أنا ما أعرف الناس بيقروا في النت ولا ما بيقروا، وجابوها من مش من 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 خيالهم، لا من الموقع بتاع القضية، من موقع القضية جابوا إنه الزول ده مزور شهادته لما دخل القضية عم يروح من عمره 17 سنة، 17 سنة ده أصلا يمكن تخش القضية. يعني انت معناه لسه ما راشد 18 سنه ما في خلاص. دي 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 من ال عشان كده اذا اصله القضاء فيه نوع من النماذج زي دي بتكون الدوله ما دوله قانون اصلا، ما دوله قانون، لانه ما عرف في تاريخ السودان انه في فساد زي الفساد. طيب نحن نجي تاني لحاجه اسمها القرار الجمهوري اصدر البشير بتنظيم انشطه الاحزاب، والملاحظه على القرار الجمهوري ده اول حاجه البشير هو رئيس الحزب الوطني المؤتمر الوطني، هو رئيس المؤتمر الوطني، فلا يعقل انه رئيس مؤتمر رئيس حزب ينظم نشاط الاحزاب الثانيه، اصلا لا يمكن، دي اصلا لا يمكن تكون. دي واحد. اثنين، حتى لو هو اصدر تحت عباد رئيس الجمهوريه لا، لانه هو في النهايه ما رئيس الجمهوريه براه، هو رئيس الجمهوريه ورئيس المؤتمر الوطني، بتبقى الصفتين ديل عنده، فاي واحد من الصفتين ديل بتركب فوق الثاني وما بتخلي الموضوع يمشي سايب. ده هنا. وبعدين كيف انك انت اصله ده معناه اعتراف ضمني وقاطع بانه اصلا ما في كان في انشطه لهذه الاحزاب، لانه كان النشاط كالاتي، انا قاعد اعمل لي ندوة امشي لنا سلام، لا ما في لي طريق، وبالتالي لما ادوا فرصه للاجتماعات وللندوات عمل الحزب الشيوعي ندوه في ميدان الاهليه وكانت ندوه محظوره طبعا، وعمل القوى الاجماع الوطني الندوه وكانت ندوه محظوره في الشمال. الندوات دي هي مسألة مزعجة بالنسبة للنظام، ما في اثنين ثلاثة، ولا حيقبل انه لا قدام المسائل دي تمشي استمر. لكن حكاية انه الكلام اللي قاله اخونا الهادي بانه يعني عفى الله عما سلف ويجوا الناس، يا اخي ما ممكن انت تتبع 24 سنة وده يقول لك عفى الله عما سلف، ده ما مقبولة. يعني الليون اللي يتكلم عنها يعني لا 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 انا بس دار اقول كده بالناس دي هنا الفساد بتاع الولاء ده عنده جذور جذور فقهيه. حسن مكي قال انه هم لما كانوا طلبه في الجامعه الترابي ده كان بيقول لهم التزوير وحصول الاسلاميين على المقاعد حلال، يعني دي شيء دي فتوى عظمه. ايوه يبقى بعد ذاك ثاني الفتاوي بدات تظهر، بقى ظهر في السودان ما يعرف بفقه الستره، خليها مستوره، وعشان كده خلوها مستوره لا يستطرق الانغاز الغربي ما عارف الحاصل فيه شنو. وثاني جه هسه فقه التحلل، ده فقه جديد بقى، يعني هم اكتشفوه فقه جديد جدا بأنه الواحد ممكن يأكل ويتحلل، يعني يلبح ويتحلل، يتحلل بمعنى أنت ترجع القروش بعد ما أكلتها، تجي ترجع القروش تاني راجعة، لكن أنت بشنو القروش دي ممكن تكون اشتغلت معك شهر شهرين وبتاع. أي نعم. الشيء تاني أنه يعني المسألة بتاعت الولادة مسألة مهمة، لأنه سيدنا عمر كان بيركب الدابة بتاعته بيمشي يسأل من الولاء، بعدين ما بيسأل الناس، ما بيسأل الناس حول الوالي، لا بيسأل الناس. ايوه
انتوا الوالد بتاعكم ده حتى سأل عن سعد.